sen daha çıkıp durur mu? Allah Allah! Hamburger! Hamburger! Tamamen lepizim. Tamamen lepizim. Tamamen lepizim. Trep! Hamlet değil be! Bir şey olsun kaygı. Trep gibi. Dik Rumi. Ayarrak be. Ayarrak. Ben de gayet ettiriyor hali hali. Ben de öyle lülek demeyim. Sen gibi kaoşun. Os. Ben de. Ben de. Evet ama kuruyuz. Evet. Evet. أصف منك أكافر شنك لا ده وبعدين يا عم ده بنتي يا عم ده بنتي أنا عاكس عادة ده بنتي مش أنت ده بنتي أيوة شفت عسل ومزة وحلوة إزاي نعم نعم أنت مالك إيه لا مالك أنت بنتي إزاي دي بنت دي عم ما انت ادبني برضه حبيبي انت ادبني لا والله ايوه بقول لك ايه ايه
يا عم ولدين ثلاثيات ممكن سبت سبت ثلاث اربع خمس جمعة ازاي خميس سبيس لا جميس جمعة هي بتنطق كده جمعة جمعة يبقى واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة جمعة صح كده ايه الست ده يوم السبت واحد اثنين ثلاثة كده يعني احسبها كده يوم السبت يوم السبت ماشي ارجع حياتي من السبت وخلاص واحد اثنين ثلاثة وخلاص السبت ده اللي قبل الجمعة ولا اللي بعد الجمعة؟ اللي قبل الجمعة ما ليه انت توتني ليه؟ في الياه ماشي يا ده تروح لي يوم السبت تاني يوم السبت سبت يوم ماشي ماشي قلت لك يوم واحد واحد امتى ده؟ امتى؟ بعد بعد هو النهارده ايه؟ النهارده الخميس الخميس اللي هو قبل السبت ولا قبل الاثنين ولا قبل مش عارف قبل الجمعة ايه يا عم؟ خميس جمعة وبعد كده ايه؟ اليوم اللي انت طلع للسبت بص يوم السبت بص اكتر واحد يلا خلاص يعني السبت ده اول يوم في الاسبوع والاسبوع خمس ايام خمس ايام لا الدنيا اسمك ايه انا اسمي جعفر باكر باكر جعفر 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 مين باكر ده كم باكر ايه انت طويل ليه جعفر جعفر ده بس افتكر الجوع عارف الجوع الجوع طبعا ما حدش يعرف الجوع الا انت جعان على طول بعدين الجوع افتكر الجوع جاع وبعد كده الفار عارف الفار يبقى افتكر الجوع والفار اهو قول معايا جعفر جعفر بتفهمش انت حمار ما بتفهمش احمر ما بتفهمش انت جابوسة انا جابوسة انت فين نجا بابا يا عم الحاج واجر ايه بس شو قلت لي شبع وبعدين قطة انت عكستها خالص الجوع والفار مش الشبع والقط انت بتعكسش الدنيا كده بقول لك ايه انت في سنة كام انا داخل دلوقتي خمسة خمسة ايه اللي بعدها الجمعة ايوه انت قلت لي خمسة جمعة سبت خميس جمعة سبت امال خمسة دي ايه خميس انا داخل خمسة سنة انا ايوه تفهمت انت السنة دي في سنة خمسة والسنة الجاية في سنة جمعة انت ايه ما انت قلت لي خميس الجمعة يبقى خمسة جمعة سيبك بقى بعجر بعجر تاني اقول لك ايه بعجر جعفر انا اسمي جعفر يا بابا جعفر اقول لك ايه بعجر اسكت بقى اسمي ايه؟ باجر يلا مش مشكلة بقول لك بينا ايه يا صاحبي؟ مش قلت لك اروح اليوم السبت يوم السبت تاني؟ ولسه ما جاش السبت؟ كل ده ولسه السبت ما جاش؟ لسه احنا قاعدين بقالنا ساعة اهو بنتكلم مع بعض لسه جاي اهو السبت ده يجي امتى؟ بعد بكرة طيب بقول لك ايه؟ انا يوم الجمعة كنت متعود العب وصل عشان كده انا مش عارف ان يوم الجمعة اللي عرضت انت بتقول الخميس يعني بكرة ايه الجمعة عشت عليه هنصلي بكرة الجمعة وفي صلاة تانية غير صلاة الجمعة العصر المغرب العشاء اول حاجة الفجر ايه ده كله
ايه ده يا عم؟ كل ده صلاة؟ اه يعني مش هتصلي صلاة واحدة بس في اليوم؟ انا كنت بصلي مرة في الاسبوع. نعم هو قال لي انا حافظه. بس الدنيا مش فاهمة. طيب اقول لك ايه؟ انا عاوز ياد صاحبي. بعضها بطل عشان ما تجيبنيش معاك. صالح!